وحضرتك كنت بتلعب كوره. كوره؟ انا حياتي كلها كانت كوره، وحلم حياتي ان انا كنت يا ابقى رب لعيب تبقى لعيب كوره. كوره يا رب. بس للاسف ما طلعتش لعيب كوره وطلعت ممثل. سامح حسين بيشجع فريق ايه في مصر؟ الاهلي. ايوه بقى. ايوه بقى. ايوه بقى. لا انت هتزعلني. هو لازم كرباك كده علشان تجاوب على طول. شيماء. ما شيماء بتسقف. الاهلي. ايوه ما شيماء بتسقف. مش شايف التنظيمة جت تاني. لا واحلى تحية للزمالك عشان تركي. يا بعد.